السلام عليكم يا أخي حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخوك محمود. أهلا وسهلا. وأنا اسمي صحيح، ما أنت عارف اسمي. تفضل تفضل تفضلوا أخوانا، تفضل تفضل تفضل، تعالوا تفضلوا تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ حازم. أهلا بك يا أخ حازم، اتفضل وسط أهلك وإخوانك وحبايبك، اتفضل اتفضل. اتفضلوا، أهلا وسهلا، اتفضلوا، رحبوا بأخيكم يا إخوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? أنا بدي shake that thing, أنا عايز تاخدي بالك أول من هاني، زمانه جاي. أنا مش عارف حاططني في دماغه ليه بالنسبة لي. كل اللي بعمله ده برضه مش عارف. أنا كلمته في التليفون، مش عارف أتأخر كده ليه، زمانه على وصول. ما تقلقيش، أكيد جاي دلوقتي ومعاه سبهللة. طب اسكت اسكت، أهو موصل. طلع فتح بيت، اتفضل. كل سنه وانت طيب يا شباب. ميرسي يا هاني بيه. عبد الفتاح بيه. طبعا في حد ما يعرفش عبد الفتاح بيه؟ اتفضل. كل سنه وانت طيب يا هاني. وليه التعب ده كله بس يا سي عبدو؟ سي عبدو؟ لا دي حاجة بسيطة، بس إن شاء الله هتتعوض. نجيتك أغلى من أي هدية يا راجل. فك وانا عشان خاطر عبد الفتاح بيه هرقص مخصوص. لازم يا سوسن، عبد الفتاح بيه لازم يتبسط، هو متضايق شويه من المره اللي فاتت. مالكش دعوه انت، اطلع منها. سي عبده قلبه مش اسود زي قلبك، ولا ايه يا عبد الفتاح بيه؟ ايه؟ اه بس
أنا بعد ساعات بزعل وبتقمص. وبعدين في شوية نقط عايزة تتحط على الحروف بالنسبة للمشروع الترفيهي اللي عايزة تعمليه انتي والدكتور حسن عزمي. ولا يا دكتور حسن؟ إن شاء الله الليلة دي هتحط كل النقط على الحروف. وأنا معاكم بحماسي ودعم الكامل. ميرسي، ميرسي قوي. أيوه كده، خلي الدعم يوصل للي يستحقوه يا سي عبدو. عن إذنكم. اهدى اهدى، احنا لسه جايين ولسه هتبدا. حسن بعد اذنك. طيب المجنونه دي راحت فين؟ مش قالت له هقصلك مخصوص؟ بص شوف. يا مسهر عيني حبك على عيني، يا محير قلبي روحي فداك، جنبك خليني قربك يواسيني، يا حياتي وروحي انا بهواك. يا مسهر عيني حبك على عيني، يا محير قلبي روحي فداك، جنبك خليني قربك يواسيني، يا حياتي وروحي انا بهواك. حلمني طعم بقى. ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه الوسط ده؟ الظاهر اني هأمن عليه، اصل الرقص ده بمجهودي، ولازم تعرف ان المشروع الترفيهي ده برضو بفلوسي. طبعا مفهوم. طبعا اذنك. رايحة فين بنت المجنونة دي؟ رايحة تعمل مفاوضات على مستوى عالمي. هو احنا مش في زمن العولمة ولا ايه؟ وبكرة ان شاء الله هتيجي ومعاها خريطة الطريق، الخريطة اللي هتوضح سكتنا كلنا. طب والراجل ده؟ هنسيبه كده؟ سيبه يولع، هي عايزاه يولع علشان لما ترجع تلاقيه مستوي. ايوه بس الراجل لازم نهننه، لازم ندلعه. خلاص لما تيجي بقى هعتبها زي ما انت عايز. هاني باشا، بقول لك ايه؟ انا لازم امشي دلوقتي. مستعجل ليه يا فتاح بيه؟ التقيل لسه جاي. تقيل ايه؟ التقيل راح مع الخواجه. انا اسف معلش. بعد اذنك. اتفضل. الو. ايه مالك اتخضيت كده؟ لا اصلها مفاجاه، بس مفاجاه حلوه قوي. انا اصلي كنت عايزاك. لا ابدا مفيش حاجه محدده، بس يعني لما ترجع بالسلامه كنت عايزه اتكلم معاك. اوكي مع السلامه. هاني الحق يا هاني. ايه في ايه؟ عبد الفتاح بيه خد في وشه ومشي. ما هو لازم يمشي، هو اللي حصل ده شويه. ترى كانت عاوزاني في ايه؟ ولما عايزاني قوي كده نامت ليه؟
صباح رباح. مامي مش هتاكلي؟ ورايا مشوار صغير. يا مامي دي ام الصباح عامله اكل جنة، وانا قلت لها ما تحطش الاكل غير لما حضرتك تنزلي عشان تاكلي معايا. كنت جعانه بس نفسي اتسدت. ليه؟ هو بابي هاني ضايقك؟ كلمتيه؟ كلمت نفسي زي ما بكلمها دايما. يا ام الصباح وتسيري كل واحد بقى. لما يصحى قولي له ان انا عايزاه. عايزاه ضروري. حاضر بس لما يصحى. اهلا اهلا يا دكتوره، اتفضلي. اهلا وسهلا، شرفتي. اهلا بيك. شكرا قوي. انت الان في بلاط صاحبه الجلاله. انت كنت عايزني في حاجه ضروري. طب نشرب حاجه الاول. ماشي. شاي. ايوه عم سلام، اتنين شاي فتله سكر خفيف بسرعه. نتكلم بقى. ها يا دكتوره، عملتي ايه مع هاني بيه؟ اتاكدتي من كلامنا؟ ابدا، لو كنت اتاكدت كنت ارتحت، بس انت كنت عايزني في موضوع تاني، موضوع مهم. ايوه، والدك بخير وانا عرفت مكانه. صحيح بجد؟ طب يلا نروح له بسرعه. استني بس يا دكتوره، اقعدي شويه. يلا يا فؤاد مفيش وقت، انت وشك حلو علينا قوي. اصل يا دكتوره ساب المكان ده. ساب المكان؟ هو كان فين وراح فين؟ كان بيشتغل في مزرعه فراخ في شبرمنت. شبرمنت؟ يعني كان قريب مني قوي وانا مش قادره اشوفه. ايوه بس هو دلوقتي ساب شبرمنت وراح مكان تاني انا لسه معرفوش. وايه اللي خلاه بس يسيب شبرمنت؟ في كلام انه كان قلقان وخايف من الناس حواليه، ورغم انه غير اسمه وغير شكله وربى دقنه وبعد عنهم وكان بيتجنبهم على قد ما يقدر، لانه برضه ما حدش سابه في حاله. وفي كلام برضه تاني كده يعني. طب ما تتكلم قول. زي ما يكون كده حاسس ان في حد بيحوم حواليه وخاف ليكون مرقد له. مرقد له؟ ايوه، حد بيجمع عنه معلومات ويناويله على اذيه. والظاهر ان الشخص ده كان قرب قوي من والدك. وعم شكري بقى لما حس باللي بيحصل حواليه خد في وشه وهرب. طب ليه ما هربش وجالي؟ ليه ما سلمليش نفسه عشان هو يرتاح وانا كمان ارتاح؟ اكيد يا دكتوره عنده اسبابه وحساباته. لفقوا له القضيه وظلموه. ابويا مش ممكن يقتل ابدا. هما اللي قتلوا الشاب اللي كان بيشتغل معاه. لبسوه قضيه لانه رفض يبيع ضميره وشرفه. رفض يديهم احراز مهمه في القضيه. ما هي الاحراز دي يا دكتوره؟ هي اللي لفت حبل المشنقه حوالين رقبه الراجل الطلياني. والظاهر بقى انه طلع راجل مهم قوي. شوفي بقى حضرتك علاقه الراجل الطلياني ده ايه بهاني باشا. هاني؟ تقصد ايه؟ مش لسه بقول لك يا دكتوره ان في حد كان بيحوم حوالين والدك. تفتكر مين؟ انا شايف ان اللي بعت الراجل اللي بيطارد والدك هو نفسه الخطر اللي قريب قوي منك. يا دكتوره لازم تواجهي هاني بي عثمان. اواجهه؟ انا نفسي اعرف انت بتعملي في روحك كده ليه؟ يا حبيبتي انت شايله فوق طاقتك وبرده مش هتقدري تعملي حاجه. سلمي امرك لله. اللي معذبني اني مش قادره اعيش معاه، وكمان مش قادره اسيبه، لان هو الخيط اللي هيوصلني لبابا. هو كمان حاسس ان انا لازم ابقى تحت عينيه. احنا الاتنين بنراقب بعض. بس انا عارفه انا بعمل كده ليه ولمين، لكن هو بيعمل كده ليه ولحساب مين؟ كل اللي بتقوليه ده مجرد اشاعات وشكوك وكلام جرايد ومنقوله من واحد واتنين، ويمكن يكون لهم مصالح في اللي بيقولوه. اللي بيقولوه مش اساس الشك اللي جواه. الاساس هو الاحساس اللي ما بيفارقنيش ابدا من ساعه بابا ما اختفى، ان هاني له يد في اللي حصل لبابا. برضه ده انت محاميه كبيره وبتفهمي في القانون وعارفه ان مفيش قضيه من غير دليل. أموت وأعرف مين اللي لفق التهمة لبابا. برضه مفيش فايدة. خليكي بقى في حرب مع عدو مش موجود. أنت بتدوري في ضلمة مفيهاش بصيص ضوء ولا شعاع نور. مدام، lunch is ready. أوكي، I am coming. بقولك إيه؟ يلا بقى ناكل لقمة عشان أنا خلاص واقعة من الجوع.
لا مش هقدرك، انا رايحه له. وكنتش قادره لم مخي واعصابي، قلت اجي افضفض معاكي شويه، هموت من الغيظ والحيره. اوكي روحي له، بس كلي لقمه واشربي كوبايه شاي عشان تهدي وتعرفي تتكلمي معاه، وان شاء الله هتوصلي معاه النتيجه عشان تخلصي من الهم اللي انت فيه ده. يا ناجي اسمع كويس، انا مش هقدر اقدم ضمانات اكتر من كده. خلي البنك يعيد تقييم سعر الارض ويدخل معايا فيها. يا بني ادم ما انت فاهم الظروف. اسمع، ال50 مليون دول انا عاوزهم باقصى سرعه. انا مش عارف يا باشا منشفين دماغكم ليه. الظاهر الجرايد فاتحه بعض المسؤولين في البنوك، مخليه كل البنوك بتترعش. ايوه باشا سامعك كويس. لا غريب باشا موجود اهو معايا يا باشا ومنور الدنيا، وان شاء الله هيعمل اللازم. وبعد ما نخلص كلام هنطلع ناكل لقمه كده في المطعم. ايوه باشا عشان يبقى عيش وملح. ملح يا باشا، ده على راي المثل يعني. ولا ان شاء الله غريب باشا بعد ما يوافق واللقمه الطريه تعجبه هنجيب لك منها تكاوية باشا، مستوية وجاهزة وعايزة الأكيل يا باشا. في إيه تاني يا ناجي؟ يا أخي اتصرف، هو أنا هاكل لوحدي؟ ما هو عارف واللي فوقه عارف. اسمع يا ناجي، اعمل فواتير ببضاعة، أي بضاعة ما اشتريناهاش، وخلي الإخوة بتوع المخازن يبصموا بإيديهم وبرجليهم إن البضاعة دي دخلت المخازن ورقدت ونامت وشبعت نوم. كل واحد إن شاء الله هياخد عديته. اسمع بقى، مش عاوزك تكلمني تاني إلا في حالة واحدة بس، إنك تقول لي الموضوع خلص. عاجبك كده غريب بيك؟ فضلت تعقد في شروط الضمان لغاية ما العيدية كده هتتقسم على 4، والمفروض يعني تتقسم على 3، أنا وأنت وأنا. وليه 3؟ ليه مش 2؟ أنت وأنا، ما تبقاش طماع. أنا طماع، الصراحة حلوة. يلا ناكل لقمة غريب بيه، ما غريب إلا الشيطان. النسكافيه برد، أعمل لك غيره؟ إيه؟ كيسة واقفة هنا؟ أنا واقفة من زمان، خفت اخرج يعني حضرتك تحتاجني او تكون تعبان او حاجه. تعبان؟ وانا ايه بقى ان شاء الله اللي هيتعبني؟ انا ست مش تعبان ولا حاجه. خليكي في نفسك يا لميسه. ما اقدرش، ما اقدرش وانا شايفاه بيتعمد يضايقك ويحسسك انك ما تقدرش تعيش من غيره. هو مين ده؟ الاستاذ ناجي، ناجي الناعم السهتان اللي له طريقه بيسرق بيها الواحد من غير ما يحس. يحس ويسرق؟ تتكلمي عن ايه بالظبط؟ لميس إذا كان في عندك موضوع يبقى خش في الموضوع على طول. الشركة كلها بتقول إن ناجي هو المسيطر على القرارات اللي بتطلع من الأوضة دي. هنا لما بسمع الكلام ده بتعذب، بتعذب وببقى عايزة أقول لك بس ما بقدرش. بقولك إيه؟ أنا ماليش علاقة بشغل المكاتب والشائعات والكلام الفارغ ده. الناس دي ناس فاضية، بيقعدوا يلتوا ويعجنوا، وأنا بصراحة لازم أحاسبهم على الوقت اللي بيضيعوه ده. أنا آسفة، ما تزعلش مني، أنا آسفة بس إيه؟ أنا مش فاهم حاجة منك. أولاً ناجي ده ما يقدرش يفكر ولا ينطق بكلمة واحدة إلا لما يرجع لي. وبعدين ده شغال معايا بقاله سنين وسنين. جاي دلوقتي تحذريني منه؟ ناجي ما بيحبكش. أنت اللي بتكرهي ناجي كده ليه؟ مش ده ناجي؟ ناجي اللي ساعدك ووقف جنبك لما اللواء عزيز جابك الشركة هنا علشان يخرجوك من الصدمة اللي حصلت لك بعد الحادثة اللي راح فيها جوزك وابنك الله يرحمه. الله يرحم الجميع. يبقى داخلة في ناجي جامد قوي ليه كده؟ قولي لي بصراحة، بتكرهيه ليه؟ أنا ما بكرهوش، أنا بس قادرة أشوفه كويس، لكن أنت مش قادر تشوفه ولا حتى قادر تشوفني. لميس، أنا راجل أعمال ماني الشاعر، والرومانسية بتاعتك الأوفر دي ده فخ عاطفي أنا مش هسمح لنفسي أبداً إني أقع فيه. أنت ليه مصر ما تحسش بيا؟ مع إنك عايش نفس موقفي ده جوا بيتك،
وما أقرب الناس ليك، بتدي كل عواطفك وما فيش قصادها مقابل. أنا آسف، الزهر كان لازم أخد معاك قبل ما أجي. دكتورة نبيلة اتفضلي اتفضلي حضرتك. إيه المفاجأة الحلوة قوي 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 دي يا نبيلة؟ والله زمان. أصل أنا كنت قريبة من هنا، قلت عدي يمكن ألاقيك صاحي. أنا آسف جدا يا نبيلة، أنا فعلا رجعت متأخر بس لقيتك نايمة، مرضيتش أزعجك وأصحيك، وأنا كمان من كتر التعب نمت مدريتش بروحي. إيه ده؟ أنت لسه واقفة هنا بتعملي إيه؟ اتفضلي شوفي شغلك. بعد إذنك، بعد إذنك يا فندم، أنا كنت واقفة بس أشوف حضرتك تحبي تشربي إيه؟ لما أحب أشرب حب أقولك. طيبة البنت دي، مجتهدة، هو بتحب شغلها قوي. ياه، تعملت تجديدات كتيرة في المكتب. عجبك؟ كويس. بس برغم انه حصل تغييرات كتيرة، انما في حاجة واحدة بس ما اتغيرتش. الصورة دي من يوم ما حطيتيها انت بايديكي ومحدش قدر يحركها. بس دي مجرد صورة لزمن فات ومات. لا لسه يا نبيلة. انت اللي قتلته. تاني يا نبيلة؟ كفاية بقى، خدي هدنة، انا مش زي ما انت فاكرة ابدا. طب انت مين بالظبط؟ قولي وريحني. ياه، بعد السنين دي كلها جاي تسأليني انا مين؟ انا عايزة رسالة على بر معاك. انت اللي غاوية تدوخي نفسك لغاية ما بابا يرجع ويتكلم ويقول ويفسر. يا رب يا رب يرجع، ولما يرجع هتعرفي قد ايه انت ظلماني، رمياني في بير مليان شك وشوك وتردد. صدقيني يا نبيلة، صدقيني أنا بريء. طيب صدقيني لغاية بابا ما يرجع، وساعتها شك فيا تاني. اديني فرصة إني أكون جوزك اللي يحميكي، وأنا وإنتي مع بعض ندور على اللي ظلم بابا وظلمني. أنا أسرع أوي يا فندم، بس الورق ده مستعجل، وأصحابه قاعدين في الحسابات ومستنيين توقيع حضرتك على الشيكات، وكمان ورق المناصب الجديد. حطيه في أي حتة وتفضلي سيبيني دلوقتي. قلت لك حطيه في اي حته وتفضلي سيبيني دلوقتي. واقفه ليه؟ يلا. اهو انت كده على طبيعتك، العنف والقصف وصوتك وتصرفاتك بره البيت والرقه والهدوء جوه البيت. انت مين فيهم يا هاني؟ قول لي انت مين. انا جوزك اللي حبك وحبتيه من 20 سنة. جوزي اللي قابلته وحبيته تاه، تاه مني يا هاني. مدام لميس، يا ترى خلصت الورق والشيكات اتمضت؟ معرفش، هم جوه عند البيه. ورحمة ابني لا رد لك الأهانة دي يا هاني، وهتشوف. نبيلة، كل شيء وليها حدود، وأنا بعرض عليك نفتح مع بعض صفحة جديدة، لأن باقي عليك أنا صادق في اللي بقول. بتكذب، بتعمل مجهود كبير قوي عشان تطلع من جواك مشاعر نبيلة، لكن أنت عارف نفسك كويس قوي. يا خسارة. انت كنت جايه ليه اصلا؟ عاوزه ايه مادام جايه معبيه بالشكل ده؟ بديك فرصه تانية، بحاول افهم وارتاح، وكل ما اقرب منك احس انك لسه بايعني. بايعك بايه وبايعك ليه؟ يعني مش عارف. لا مش عارف، لاني ما عملتش حاجه.
بقى تزق عليا ناس رخيصة في جرايد صفرة تساومني على ورق مزور عشان ينشروه يدين أبويا ويثبت التهم عليه. مين قالك الكلام ده؟ حسن عزمي. حسن؟ هي قالت لك كده؟ أيوة. وأنا نفسي أفهم إيه مصلحتك مع نبيل ده؟ وإيه مصلحتك ضدي؟ أيوة صحيح. إيه مصلحتي مع نبيلة هانم وإيه مصلحتي ضدك؟ عايزين بقى حد يفهمنا إحنا الاتنين. يعني هي ألفت الكلام ده؟ هي الظاهرة وقعتك بتوقع بينا. في حد ليه مصلحة ضدنا إحنا الاتنين؟ أنا ما شفتهاش خالص. يبقى أكيد حد سرب لها الكلام ده. دي عقدة شكر السحارة عند الدكتورة نبيلة. الراجل ده هيفضل عملنا الأسود في الدنيا. أنا مش فاهم إيه اللي خلاه نشف دماغه وصمم يسلم الورقة اللي خلت القاضي يحكم بالإعدام على أخو البيج بوس. واللي يخلصك منه إزاي؟ المهم تدفع كام؟ أنت عاوز كام؟ تزود حصتي 2% في شركة الترفيه يندفعوا على نصيبي. ماشي. عندي طلب تاني صغير قد كده أهو. قول بقى وخلصني. تبعد عن سوسن، تسيبها لي. سيبها لك؟ هي سوسن دي بتاعت حد. بتاعتك أنت. بتحبك. في حاجة بينكم أنا مش فاهمها. تقربوا من بعض قوي وتقلبوا على بعض زي الوحوش. وأنا أبقى واقف بينكم جدتي أيضا نار. أيضا نار؟ أمال كنت واقف ليه زي الأهبل وهي سحب الخواجة من بيتك وخارجة بيه؟ لا لا. اللي أنت ما تعرفوش بقى يا أستاذ إنها روحت ونامت في بيتها قبل أنت ما توصل بيتك. طب المفاوضات اللي تمت في السكة؟ ما عرفش بقى. قلت إيه؟ ما تسيب لي بقى سوسن. ده أنت عندك في البيت نبيلة هانم دي تتقل بالذهب يا راجل. ما تجيبش سيرة نبيلة على لسانك. اللي بيني وبين نبيلة عمرك ما فهمته ولا عمرك هتفهمه. اللي بيني وبين نبيلة ده إحساس بين بني آدمين، ناس بحق وحقيقي. ما عرفتش أخد منه لا حق ولا باطل. أنا فعلا كنت رايحة أواجهه بس كان نفسي أصدقه. مامي مامي. ثانية واحدة صافي. يا مامي. نور تعالي أنا هنا. مامي بقولك إيه؟ أنا باي بقى. ها باي. تعالي هنا. أنت رايحة فين؟ يا مامي كملي مكالمتك مع طنط صافي. أنا رايحة لنانسي. باي. طب هكلمك بعدين يا صافي. إيه ده؟ إيه اللي أنت لابساه ده؟ وراحة فين دلوقتي؟ يا مامي ما أنا قايلة لحضرتك قلت لك إن أنا هعزم نانسي على ما يجي ميعاد الدرس. فيها إيه يعني يا مامي؟ ما أنت عارفة زحمة المدرسين اليومين دول. تعزمي نانسي فين والامتحان قرب؟ وبعدين أنت واخدة قرار وجاية تبلغيني بيه؟ وأنت كنت هترفضي ليه بس يا مامي؟ أنت أكيد عايزاني أنبسط. وبعدين أنا كنت هروح مع نانسي السينما. أخرج يعني من جو المشاكل بتاع البيت ده. كده برضه يا نور؟ أنا آسفة يا مامي بس أنت على طول عايشة في قلق ومش عايزة تخرجي نفسك منه. ما تزعليش يا مامي. طب خلاص تعالي معايا السينما. والنبي والنبي يا مامي. اتفضلي بس خلي الموبايل مفتوح عشان اطمن عليكي. بس يمكن اعمله سايلنت عشان السينما وفايبريشن عشان الدرس. باي يا عمر. ايوه صفيه اهو قلق من كل ناحيه. لا قادره اقعد ولا قادره اشتغل ولا قادره اعمل اي حاجه. ما تيجي تقعدي معايا هاني؟ لا ما اعتقدش يجي دلوقتي بعد الكلام اللي انا واجهته بيه. محتاج يقعد مع نفسه شويه. ممكن ادخل؟ انا كنت هنام خلاص. معلش محتاج اتكلم معاكي. اتفضل. انا اتكلمت مع حسن. وتأكدت من الكلام اللي انا قلته لك؟ الحاجه الوحيده اللي اتأكدت منها
اني ماليش اي علاقه بالموضوع ده. انت لا قابلت حسن ولا شفتيه، والكلام اللي قلته لي مجرد كلام، كلام ناس قالوه على ناس، لا انا ولا انت لينا علاقه بيه. انا ما قلتش اني قابلت حسن، انا كل اللي قلته اني متاكده ان في ناس ورا الراجل اللي جاي يساومني على تشويه سمعه ابوي. الراجل ده بقى انا هعرفه وهجيبهولك وهرميه كمان تحت رجليكي. ارجوكي ارجوكي يا نبيله، ما تخليش شويه كلام طايرين في الهوا ياثروا على علاقتنا. اقسم لك بالله انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. انا ما اتهمتكش، انا بقول ان حسن هو اللي ورا كل الحكايه دي. بس انا شفت الشك في عينيكي يا نبيله، اتجننت. العينين اللي عمري ما شفت فيها غير الحب والامان، انا لما اكون بين ايديكي بحس ان طفل صغير تاه من امه في الزحمه ولقاها. ارجوك يا نبيله ما تسيبنيش ادور عليكي وانت قصاد عيني. ما هو انت يا هاني، انت اللي سبت ايدي وجريت وكنت بتسابق حتى نفسك. انا مش قادر افهم انت عايز تلحق ايه وكل حاجه بين ايديك. انا لما بكون بره البيت ده بحس ان الغابه لازم يبقى فيها وحش مفترس، اي حد يقرب مني لازم اجري واسبقه. لازم يا هاني تقف وتبص حواليك وتشوف خطواتك رايحه لفين. انا كل ما بتعب يا نبيله بلاقي رجلي جايباني جري على البيت ده. البيت ده هو المكان الوحيد اللي بحس فيه بالامان، المكان الوحيد اللي بحس فيه اني بحب واتحب بجد. البيت ده واللي فيه كمان هما الحقيقه الوحيده في حياتي. مهما حصل بينا يا هاني لازم تعرف انك الراجل الوحيد اللي ممكن اخصم قلبي عشانه. اول ايد لمست ايدي كانت ايدك، اول مره اقول بحبك كانت ليك، اول مره اسمع عبد الحليم وعبد الوهاب وام كلثوم واسرح معاهم كانت عشانك. امال ايه اللي جرى لنا يا نبيله؟ انا هو انا وانت هي انت. ارجوك يا نبيله ما تخليش الزمن والظروف يفرقوا بينا. ساعات الزمن والظروف بيكونوا اقوى من الانسان. اللي واقف قدامك دلوقتي بقى هو هاني الإنسان. إذا كنت منتصر أو مهزوم فأنا دلوقتي الإنسان اللي محتاج لك. زمن ما شفتش الابتسامة الجميلة دي، وحشتي نبيلة. أنا جاي ومديت لك إيد. أرجوك يا هاني، أنا اللي برجوكي سيبيني أعيش الحلم الجميل اللي أنا عايش فيه ده. أنا خايف أعيش الحلم ده معاك لنصحى لواقع أمر وأفظع من كابوس. طول ما إحنا مع بعض الحلم هيفضل موجود. خليكي جنبي يا نبيلة وإيدينا في إيدين بعض زي ما كنا طول العمر. يا عمري ما كنت أتصور إن العقد هيبقى جميل بالشكل ده إلا وإنتي لابساه.